الخير يا أطفالنا يا حلوين، النهاردة هناخد درس جديد من دروس اللغة العربية، المحور الثالث كيف يعمل العالم. الموضوع بتاعنا الطبيعة. النهاردة يا ولاد هناخد حرف جديد. حرفنا النهاردة هو حرف الساء، حرف الساء. ولما اجي انطق يا ولاد حرف الساء اطلع لساني بره واقول س س ساء. عندي كلمات كتيرة بتبدأ بحرف الساء. اول كلمة عندي بتبدأ ثوب، س س ثوب، ساء فتحة س ثوب، ساء كسرة سي سياب، وساء ضمة سو ثعبان. تعالوا نشوف يا ولاد شكل حرف الساء، وهو متصل وهو منفصل. ده حرف الساء وهو منفصل. هنا شكل حرف الساء وهو متصل. حرف الساء لما بيجي في منتصف الكلمة بيمد ايديه الاتنين، بيمد ايديه الاتنين عشان هو بيحب يمسك زمايله الحروف التانية. فلما بيجي حرف الساء في منتصف الكلمة بيمد ايديه الاتنين. تعالوا نشوف يا ولاد الكلمات المكررة عليا لحرف الساء. اول كلمة عندي كلمة ثوب، ساء فتحة س ثوب. ثوب يا ولاد كلمة مفرد، ثوب دي مفرد. تعالوا نشوف حروف كلمة ثوب. س س س س س حرف الس، سو و و حرف الواو، ثوب ب ب ب حرف الباء. ليه انا ما كتبتش حرف الباء مشبوكه في حرف الواو؟ لان حرف الواو من الحروف الشقيه اللي ما بتحبش حد يمسك فيها. يبقى تاني اجي اقول حروف ثوب، س س س س سو و و واو ثوب ب ب ب باء. تعالوا نشوف الكلمه التانيه المقرره علينا من كلمات حرف الساء. كلمه سياب، سياب. سياب دي يا ولاد جمع، جمع كلمة ثوب سياب، جمع كلمة ثوب سياب. تعالوا نشوف حروف سياب. س س س س سي ي ي ي ي ي. ولما اجي اكتب الياء في تحليل الكلمات يا ولاد برجعها لأصلها زي ما اخدتها في كي جي 1. سياء ألف، سياب ب ب ب ب باء. يبقى حروف كلمة سياب ساء ياء ألف باء. ما شبكتش الباء في الألف لأن الألف من الحروف الشقية اللي ما بتحبش حد يمسك فيها. تعالوا نشوف آخر كلمة مكررة علينا يا ولاد من حرف الساء، كلمة ثعبان، س ضم ثو ثعبان. ما انساش يا ولاد لما اجي انطق حرف الساء بطلع لساني بره س س س. تعالوا نشوف كلمة ثعبان، هقول حروفها س س س س. حرف الساء مضموم ثع ع ع ع. حرف العين ثعب ب ب ب. حرف الباء صعب مد ألف صعبان نون. أقول كمان الكلمات المكررة علينا لحرف الساء. ساء فتحة س ثوب، ساء كسرة سي ثياب، ساء ضمة ثو ثعبان. وبكده يا ولاد احنا أخدنا كلمات حرف الساء. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the king, come banging on your chest. You could be the world, you could be the war.
You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.